ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ربي تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا كالعادة. من آخر فيديو نزل لكم على القناة النهاردة هاخدكم معايا جولة في الهرم، الهرم العادي، ونشوف ايه اللي نزل جديد فيه، اللبس الشتوي، التصفيات والعروض اللي عندهم. طبعا عندهم البلوفرات دي بتبدأ من سن تحسه كده نيو بيبي لحد سنة ونص. في منها جميع الألوان دي حلوة جدا وبتدفي. انا حبيت البينك منها، لونها حلو جدا تحت اللبس. كمان الرمادي حلو جدا للي عندها اولاد. طبعا البينك البنوتات شايفين في كل الالوان. برضو عندهم هنا تيشرتات صيفيه ب12 ريال، اهو استنى اوريكم كام قطعه كده على السريع، والالوان والرسمه اللي مرسومه عليها. ده الشكل اللي مرسوم عليها اهي، دي بناتي تمام كده، اهي شكلها بناتي. هنحطها، شوف الشكل ده كمان، اهو بطوط عليه بطوط ب12 ريال اي قطعة من هنا. ودي برضو اهي، هنا برضو دي فساتين عليها عروض الفستان مع البنطلون بتاعه. طبعا دي حاجات صيفية. هما انا قلت اشوف ايه اللي نزل عندهم وكده، فهو اليوم اللي انا رحت فيه كان نزل جميع الحاجات اللي فيها تخفيضات اللي هي الصيفية والخريفية، وحاطين حاجات من الشتوي بسيطة جدا عشان بيبدأوا ينزلوا الجديد. هنا اهو شايفين الفستان ده كده، ده فستان مع تنورة، اهو هحاول اوريكم كم حاجة كمان من الاستندات. دي بلوزة كده طويلة مع بنطلون جينز، اهو شايفين الكم بتاعها طويل تحس انه خريفي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، شايفين الالوان حلوة جدا، حلو الابيض ده والكم والنقشة بتاعته حلوة جدا جدا. اهو السعر بتاعه، يا رب يكون كان واضح. طبعا انت ممكن توقفي الفيديو وتشوفي الاسعار براحتك. طبعا الاسعار بتبدأ من 30 و40 و50 في الهرم، عشان نكون ايه واضحين في الاسعار. هنا برضو عليه تخفيضات وعرض خاص. هنا دي عاملة زي تنورة، بالمصري بنسميها جيب، جيبة تمام. التنورة اهي شكلها حلو جدا، النقشة بتاعتها حلوة، وال البلوزة بتاعتها من فوق حلوة جدا، عاملة كأنه فستان بصراحة. شكلها اهو، استنى اوريلكم، ودي نوع تاني اهو مع التنورة. شايفين شكل التنورة حلو جدا، نازلة كده على منفوش من تحت، تحس والله فعلا فستان مش تنورة. دي الموديلات اللي موجودة هناك اهي، دي برضو مكتوب عليها عرض خاص، قلت اشوف ايه الموديلات اللي فيها والاسعار. ده زي بلوزه كده فستان طويل ومعاه بنطلون. شايفين هنا بقى كله كده، ده كله صيفي ب15 و20 ريال كل ده كده، وفيه ب25 كمان. ده مثلا لو واحده يعني عارفه اولادها الصيف الجاي، ممكن تروح تجيب واحده بس او اتنين عشان لبدايه الصيف الجاي على ما ينزل اطقم تانيه جديده، اللي عارفة يعني ولادها بيكبر. هنا برضو بدي بيجامات شتوي التصفية يعني، وفي منها خريف، ده تقيل جدا جدا يعني اهو، مش عارفة ده مش فاكرة 30 او كان كام بالظبط. استنى نشوف السعر اهو مع بعض. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا دي من جوه اللي هي الملمس القطن الناعم، اهو دي ناعمة من جوه جدا، بتدفي جدا الولاد. طبعا اللي بيبقى معاه جاكيت ده بحب اجيب تحته بلوفر اللي انتوا شفتوه اللي هناك ده عشان يتلبس براحته. اهو ده كبير نسائي على فكرة يعني. هنا برضو دي كانت لولو شبطانه في دي، فعماله توريني ماما شايفه الالوان بتتغير، بقول لها ماما صيفي، فسعرها كان 30 ريال اهو. في منها كام لون، استنى اوريكم كل الالوان اللي موجوده منها، والابيض البنك يعجبها الاصفر. انا كنت بقول لها طب شوفي مقاسك، طيب فبتقولي يا ماما الابيض حلو.
هنا برضو الشكل ده حسيته كده فيه جميع الألوان، تحسه كده حاطين فيه كل الألوان، يعني البيجامات بيت تحسه حاطين فيها كل الألوان. هنا برضو الأصفر ده كان شكله حلو. كان 35 ريال اهو، شايفين شكله، والقماشة بتاعته كانت ناعمة وحلوة. ايه كمان عايزة اوريكم، انا بحاول اغطلكم قسم البناتي على قد ما اقدر. هنا برضو استنوا، هنا ده كده ده هوت شورت مع تيشيرت، استنوا انتبهت ان هو جايب من تحت، بس هوت شورت مع تيشيرت اهو 25، شايفين شكله اهو، زغنطت كده وحلو. ده ممكن من سنتين لحد يلبس 4 سنين، وطبعا في اعلى من كده في السن كمان. انا برضو قلت اشوف ايه موديلات، التوب الاحمر ده عجبني جدا، فكرته زي عباية، طلع لا اهو ده هو الجيمس بوتل، البنات بتحبه بس انا ما بستلطفهوش مع الولاد بصراحة، مع عيالي خصوصا لما بيبقوا سنهم صغير، ما بحبش اجيب الحاجات دي. طبعا الهرم نزل موديلات تانية جديدة للشتو، وكان لسه عمال ينزل في اليوم اللي انا كنت فيه، فكان لسه بيرصصوا بقى وبيرتبوا. فالعروض ده كان ب15 ريال، التيشيرت اهو ده 15 ريال، اشكاله حلوة جدا. فزي ما بقول لكم كده، كان بينزل، كان بينقل الحاجات اللي هي زي ايه الصيف والخريف في مكان، وكان بيجهز للشتوي عشان يحطه في حاجات شتوي، هوريها لكم في الفيديوهات الجاية. كان البنطلون ده عاجبني شكله، شايفين شكله حلو ازاي اهو، في منه اللي هنا التاني الابيض ده، استنى اوريكم النبيتي، شايفين النبيتي الابيض احلى بقى، الابيض ده حلو جدا، ده مش راضي يطلع لي، شايفين شكله حلو جدا اهو. على اي بقى تيشيرت مش هيقول لا، لان نوعيته حلوه جدا شكله حلو. في هنا نوعيه بنطلون تاني انا بحبها جدا جدا جدا، وخصوصا للمحجبات، اللي هو البنطلون اللي عامل زي التنوره، شايفين شكله، استنى احاول اوريه لكم من تحت اهو، اللي القصه بتاعته اللي هو على شكل تنوره، وهو بنطلون، استنى جات له تمسكه كده، تمسكه عشان اوريه لكم اكتر. كان تمنه كام، 56 ريال اهو، شايفين اللي هو بنطلون مع تنورة. انا بحب الحاجات دي جدا جدا جدا، بتبقى حلوة جدا، ولا مفصلة الجسم ولا اي حاجة، وخصوصا زي ما بقول لكم المحجبات. هنا برضو عارفين التنورة اللي هي انا بسميها ترعش وترعد بصراحة، لان فيها بتقعد تحسوا كده ان فيها اهو، هي دي لولو كانت شبطانة فيها في سيتي ماكس تقريبا، فقلت اشوفها هنا عاملة كام، هي طبعا كبيرة عليها، بس انا قلت ايه خليها تمسكها، شايفين كانت مبسوطة فيها، هي 56 ريال اصلا. هي عموما اذواق يعني. انا برضو التيشيرتات كنت عمالة اتفرج، وهنا قالت لي اديني البينكي، البينكي هي اي حاجة بينكي، بقولها هاتي هاتي يا حاجة هاتي، خلاص كده حطيلي لفة بيها. دي 53، مش عارفة ايه الفرق ما بينها وما بين التانية الذهبي، هي هياها وهي هياها القماشة اصلا اهي، هرجعناها بقى مكانها، اقعدي جنب اخواتك يا حاجة. ايوه كده، نبدأ بقى نشوف جميع الاقسام اللي باقية. هنا بقى انا دمجت لكم البداية مع الجزء الاخير للشنط، لان باقي الفيديوهات عشان ما نتوهش من بعض هنزلها على جزئين اتنين تانيين، عشان لقيت ان الفيديو هيطول وهيبقى ممل، فلو طول وبقى ممل فهيزهقكم. هنا فوق البنات اللي سألتني على الاسدالات، في اسدالات للصلاة بتبدأ من 12 لأعلى حاجة، يعني على حسب الخامة، في اللي هي بتبقى قطعتين اتنين، وفي بتبقى الاسدال اللي هو بيبقى طويل ومعاه الطرحة، وفي الاسدال اللي هو تحس كبير كده كأن خيمة، برضو متوفر عندهم، وبرضو اسدالات الاطفال والخمار. هنا برضو الشنط عندهم دي الاشكال اللي موجودة، طبعا مش هحط اسعار كتير للشنط، لان الاسعار متفاوتة بصراحة في الشنط، والموديلات متفاوتة. انا اللي عجبني، انا بحب الحاجات اللي هي الصغيرة السيمبل دي،
بحس حلوة جدا في الشيل في الخروجة، بس اللي انت محتاجاه الموبايل والمحفظة والمفتاح بالشكل اللي انت شايفين في الشنط الكبيرة دي. دي كمان حلو. بصوا بقى، الكبير قوي ده بحس ان هو ينفع اكتر للي معاهم اطفال او مدرسة او حد بيشتغل، عشان يحط حاجته فيها وورقه فيها. اما الحاجات السيمبل ده بحس ان هي يعني عملية، خروجة بسيطة طلعة بسيطة، يعني مكان بسيط كده وراجعة، فبحس ان الشنط دي صغيرة عملية جدا. الالوان اللي بحب اجيبها انا، بحب اتدرج في البنيات وفي الاسود. في الوان تانية بجيبها، بجيب باقي الالوان، بس بيتلبس مع طقم مرة اتنين تلاتة، يعني مش شنطة عملية. لو هجيب شنطة عملية بحب اجيب اسود وبني. دي حلوة جدا للأطفال، شكلها كان حلو كيوت، هي والوردية اللي كانت أول واحدة كنت موريها لكم. أهو بكده أكون أنا حاولت أختم لكم جولة في الهرم. يا رب يكون فدتكم على قد ما أقدر بالأسعار. طبعا استنوني في الجزء التاني عشان أغطي لكم باقي جزء الأطفال كامل كده، والشوزات اللي هناك، ان نكون عملنا تغطية كده سريعة في الهرم، اللي نازل واللي مش نازل، عشان تبقي عارفة لو روحتي هتعرفي ايه اللي موجود دلوقتي وايه اللي مش موجود. هحاول اعمل لكم تغطيات تانية اكتر واكتر ان شاء الله، بس بعد اسبوعين اتنين يكون فترة الشتاء دخلت ويكونوا جابوا ملابس الشتاء. بس كده هقول لكم مني انا ومن قناتي، بتمنى للجميع يوم سعيد. هقول لكم في حفظ الله ورعايته، مع الف سلامة. اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات عايزيني اصور اماكن ايه تانية في الرياض، وانا اروح باذن الله واحاول اغطيها لكم واصورها لكم. هترككم بقى في حفظ الله ورعايته، مع الف سلامة، باي باي.